السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعريف بسنة أولى كمبيوتر. سنة أولى كمبيوتر كانت أول موسوعة عربية لتعليم الكمبيوتر والإنترنت بالصوت والصورة. بدأت سنة أولى كمبيوتر في فبراير 2009. اللي قصدناه من كلمة سنة أولى هي إن إحنا بنبتدي نعلم أي حد من الصفر أي حاجة ليها علاقة بالكمبيوتر. حاليا بنحاول نتوسع في سنة أولى كمبيوتر وبنتعاون مع أشخاص آخرين متطوعين بعلمهم ووقتهم لتعليم برامج وأساسيات الكمبيوتر. بنهدف حاليا إن إحنا نعرف الناس بأسلوب سهل وبسيط من خلال تعليم فيديو من مستوى البداية لبرامج شهيرة جدا والحاجات أساسية في مجال الكمبيوتر زي أساسيات الكمبيوتر والإنترنت اللي هي تعرضت ليها سنة أولى كمبيوتر بالأساس، وأساسيات الصيانة والآي سي دي ال. وحاليا بنحاول نكمل كمان في إن احنا نعمل حاجات في الفوتوشوب والأوتوكاد والفلاش والوورد والإكسل والباوربوينت وكمان الفيجوال بيزك. وبذلك بنحاول نخدم مستخدم الكمبيوتر الغير متخصص اللي هو شغله او اساس شغله مش مبني على الكمبيوتر بس هو محتاج الكمبيوتر في حياته. حاليا بنحاول نتوسع في كل المجالات ديت وبنحاول نكون منافسين لاكبر قنوات التعليمية على اليوتيوب. طبعا الحمد لله عندنا ميزة التواصل مع الجمهور من خلال اليوتيوب والفيسبوك وكمان رقم الموبايل اكاونت. طبعا الفيسبوك زي ما هو موجود قدامكم facebook.com/firstyearcomputer. دي صفحة سنة أولى كمبيوتر الرسمية على الإنترنت. ورقم الموبايل 0127-522-7796. ده تعريف سريع ومبسط سنة أولى كمبيوتر. نرجو أنها تنول إعجابكم ونرجو أن احنا الفترة الجاية نقدر نقدم حاجة ترتقي بمستوى المستخدم العربي للكمبيوتر وترفع من مستوى أدائه على الكمبيوتر والإنترنت عموما. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.